يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الرد صحيح وهو رد على الجبرية والقدرية؟ فنقول لماذا تخرجون لطلب الرزق وتتزوجون لطلب الولد، بل اجلسوا في منازلكم ويأتيكم الرزق والولد، هل هذا رد صحيح؟ ما في شك هذا رد مفحم وملزم، ما دام انكم تقولون ان نتكل على القضاء والقدر والمقسوم بيجينا، اجلسوا ولا تاكلون حتى لا تمدون يديكم للطعام اذا قدم لكم، كان الله مريد لكم حياه، تبون حياه ولا ما اكلتم؟ هذا من باب الالزام لهم. نعم.